بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا اليوم 15 من شهر ربيع الآخر سنة 46 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الموفي للتسعين بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نواصل في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الضحى، وهي سنن أثرت ورويت، حفظها الصحابة ونقلها الأئمة رضي الله عنهم، وها نحن نتدارسها في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة الشريفة، مستكثرين في مجلسنا هذا من ذكرنا لربنا الكبير المتعال، ثم من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء أن ينال أحدنا بكل صلاة يصليها على نبيه عليه الصلاة والسلام 10 صلوات من أكرم الأكرمين، والوعد الحق، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. بعث الحبيب وبالسلام أتانا، ولنهجه رب العباد هدانا، وحباه رب العالمين، وزاده في كل قلب عزة ومكانا، صلى عليه إلهنا ما أشرقت شمس تزين في الحياة سمانا، صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: قال ابن جرير الطبري، وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها: وليس من هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك لأن من حكى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى ركعتين، ورآه آخر في حال أخرى صلاها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على 2، وآخر على 10، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. قال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 لم يلحقه ذلك اليوم ذنب، ومن صلى 8 كتب من القانتين، ومن صلى 10 بنى الله له بيتا في الجنة. أما هذا الحديث الذي سمعتم في حديث سؤال ابن عمر رضي الله عنهما لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، فالحديث أعله المحدثون ببعض رواته، وهو حسين بن عطاء، وفيه علة أخرى أيضا أشار إليها الإمام البخاري في تاريخه رحم الله الجميع، لأن ما جاء من الفضائل في صلاة الضحى مرتبا على هذا العدد من الركعات لا يثبت فيه الحديث بهذا اللفظ عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. وسياق الكلام يا كرام ليتصل السابق باللاحق فيما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية، أن المصنف رحمه الله أشار وأورد اختلاف الروايات في شأن صلاة الضحى، فمن الصحابة من أثبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للضحى أو وصيته بها لبعض أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، ومن الصحابة من نفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى كما في حديث عائشة رضي الله عنها ونفي ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل إن كان يصلي الضحى فقال لا، فسئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لا، فسئل عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا إخاله. وأمام هذا الجمع من الروايات الذي يبدو في ظاهره اختلاف، فإن أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا وسلك بنا سبيلهم كانوا على مذاهب أربعة تجاه هذه الأحاديث في مسألة صلاة الضحى. تقدم منها المذهب الأول وما زلنا فيه، وهو أن من أهل العلم، وهو رأي جماهير الفقهاء، وهو مذهب الآئمة الأربعة الفقهاء رحمة الله عليهم، أن صلاة الضحى مستحبة مطلقة، فمن صلاها في أي يوم أو في أيام متتابعة أو داوم عليها وحافظ عليها فقد أتى سنة. ورجحوا رواية الفعل على الترك، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض الحديثان أو الدليلان مطلقاً، أحدهما ينفي أمراً والآخر يثبته، ولم يكن ثمة مرجح لأحدهما على الآخر من حيث الصحة، كلاهما صحيح، فإن من المرجحات ترجيح رواية الإثبات على النفي، لأن مع المثبت زيادة علم، فتكون روايته مقدمة على رواية من نفى، وهذا الذي استقر عليه رأي الآئمة الأربعة. ومنها هنا ما زال الصالحون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحرصون على صلاة الضحى لما فيها من الفضل والأجر والثواب. وأعظم ما في فضائل صلاة الضحى ما تقدم معنا ليلة الجمعة الماضية في حديث كل سلامة من الناس عليه كل يوم صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم ذكر قال تعدل بين اثنان صدقة، ترفع تلقى الرجل فترفع له متاعه وتحمل عليها دب على دابته فلك بها صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وعدد وجوها، ثم قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فإنها مجزئة بهذا الأجر العظيم، يعني ب360 صدقة يصيبها العبد بهاتين الركعتين في الضحى. وهذا من آكد الأدلة وأعظم فضائلها كما بيّن ذلك العلماء رحمة الله عليهم. ثم ختم المسألة بعدد الركعات وكيف اختلاف الروايات، ثم نقل ما سمعتم عن الإمام الطبري رحمه الله أن ما جاء في اختلاف عدد ركعات الضحى ليس من باب التعارض، قال لأن من حكى الضحى أربعا جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه آخر صلاها ثمانيا، وسمعه آخر يحث على الصلاة ستا، وآخر يحث على ركعتين، وآخر على عشر، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع، يعني أن في الأمر سعة، فمن صلى الضحى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو 12 فالأمر في هذا واسع. لكن جمهور العلماء رجحوا أن أقل الضحى ركعتين وأكثره ثمان ركعات، فمن زاد ما شاء الله له فهو من التطوع المطلق الذي يؤجر فيه العبد على كل ركعة وسجدة وتسبيحة وتكبيرة. واستدل رحمه الله على سعة الأمر من حيث العدد في ركعات الضحى بالرواية التي انتهينا إليها وإن كان في صحتها نظر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى ركعتين، ثم يوما أربعة، ثم يوما ستة، ثم يوما ثمانيا، ثم ترك. تقدم أثر مجاهد رحمه الله ليلة الجمعة الماضية، وأثره مرسل
لأنه ليس صحابيا يسمع ويروي مباشرة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنه رأى أن ذلك مجموع ما انتهى إليه من الروايات، فحمل الأمر على تعدد الفعل النبوي من حيث العدد في صلاة الضحى. قال: فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم قوله أن يكون إخباره بما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه، فالصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف، حدثنا ابن حميد، حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن إبراهيم أنه قال: سأل رجل الأسود كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. هذا الأثر من رواية الإمام الطبري رحمه الله، والمصنف ناقل عنه بعدما حكى ما تقدم من قوله، قال: ساق الطبري بسنده قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن إبراهيم يعني النخعي أن رجلا سأل الأسود يعني ابن يزيد النخعي قال: كم أصلي الضحى؟ قال: كما شئت أو كم شئت. فبين هذا أن من فقه السلف التوسع في مسألة العدد في صلاة الضحى، لكن أقله ركعتان. وقد جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنهما وركعتي الضحى، فهي أقل ما يصليها المرء، فإن صلى أربعا أو زاد إلى ست أو ثمان ركعات فكل ذلك سعة. والقاعدة أن العمل كلما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا، وفضل الله واسع والحمد لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. هذا ثاني المذاهب الأربعة يا كرام، وحتى يتضح الأمر فإننا انتهينا من المذهب الأول، وهو الذي قلنا إنه ترجيح المذاهب الأربعة، المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رأي جمهور الفقهاء في الأمة، استحباب صلاة الضحى مطلقا، فمن صلاها دائما، ومن صلاها أحيانا، ومن صلاها إذا قدم من سفر، ومن صلى يوما وترك أياما، فالأمر فيه سعة، لأنها من جنس النوافل التي من أصابها نال أجرها، ومن تركها فلم يترك واجبا يأثم عليه، فلا يقال في تركها إنه المطلوب، ولا في فعلها الدائم إنه المتعين. هذا أول المذاهب الأربعة. أما الثاني من المذاهب فهو ما أشار إليه بقوله: وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك، يعني كرواية عائشة رضي الله عنها لما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، فنفت مطلقا. وابن عمر رضي الله عنهما لما سئل: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قال: لا إخاله، يعني لا أظنه كان يصلي. فمن العلماء من رجح روايات النفي أحاديث الترك. طيب، عند هؤلاء ما حكم صلاة الضحى؟ ليس سنة، بل ربما ذهب بعضهم إلى كونها بدعة، وأن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لهم: طيب، وهذه الأحاديث التي رواها الجم الغفير من الصحابة، حتى عدد الحاكم منهم 17 صحابيا كلهم يروي في شأن صلاة الضحى حديثا على تفاوت طبعا في صحة أسانيدها، فيقولون إن أحاديث النفي أصح سندا وأثبت من حيث الرواية. ثم وجدنا من الصحابة رضي الله عنهم من يقول بالنفي، كابن عمر رضي الله عنهما في المشهور عنه، وابن مسعود رضي الله عنه كما ستسمع بعد قليل، ونقل هذا أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك وأبي بكرة رضي الله عنهم جميعا، قالوا: هذه أحاديث النفي أصح إسنادا، ومن الصحابة من ثبت عنه أنه يقول بنفي مشروعية صلاة الضحى. فهذا المسلك الثاني من العلماء من رجح روايات النفي في صلاة الضحى. نعم. فروى البخاري، قال: فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها، ولا أبو بكر ولا عمر،
قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله. يعني هذا السائل الذي كان يسأل ابن عمر كما تقدم في المجلس الماضي وهو مورق العجلي قال فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هل كان يصلي الضحى؟ قال لا إخاله يعني لا أظنه. قال وقال وكيع حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. وهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا حسن الإسناد، فإنه يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيته عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى إلا يوما واحدا. طبعا الجمهور يقولون هذا ليس نفيا، هذا ليس نفيا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نفي لرؤية أبي هريرة له. وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه ما رآه فإن هذا لا يدل على أنه ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام، فهذا من الإجابات وإن صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأثر ابن عمر لما سئل هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى قال لا إخاله قال لا أظنه، فابن عمر رضي الله عنهما لم يجزم بالنفي بل قال لا أظن ذلك. فإذا كان مبنى نفيه على ظنه رضي الله عنه فقد حكى بما غلب على ظنه، وهذا لا يعارض إثبات غيره من الصحابة من ثبت عنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى كما تقدم في الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال علي بن المديني حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى فقال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. هذا أيضا رأي أبي بكرة رضي الله عنه وهو ممن لا يرى مشروعية صلاة الضحى، وقد سمعت نفيه مطلقا وحديثه حسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به فيفترض عليهم. هذا أثر عائشة رضي الله عنها في موطأ الإمام مالك وهو أيضا في الصحيحين الذي تقدم في بداية الفصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى، قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، إذن هذا نفي مطلق. ثم قالت وإني لأستحبها، تستحب ماذا؟ صلاة الضحى. وفي رواية عنها وفي لفظ وإني لأسبحها، والروايتان أو اللفظان في موطأ مالك. إذن هي تقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، تقول أما أنا فأصليها. فالسؤال المتبادر إذن كيف تنفي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تثبت هي حرصها عليه؟ لا بد هذا وإلا كان تناقضا. يعني هل يتصور أن صحابيا يقول هذه عبادة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها لكن أنا أحب أن أفعلها؟ هذا لا يقوله أصغر طالب علم. فكيف بعائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة رضوان الله عليها وعلى أبيها؟ لا يمكن أن تفهم هذا إلا أنها أرادت بنفيها شيئا ما، ما رأيت أو قالت ما سبح سبحة الضحى قط. سيأتيك في كلام المصنف في آخر الفصل رحمه الله أنه حمل نفيها هذا على الفعل المستمر الدائم، ما كان يصلي صلاة الضحى محافظا عليها مستمرا عليها. هذا وجه، لأن قالت وإني لأستحبها، ثم عللت رضي الله عنها فقالت وإن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به، يعني أن يعمل به الناس فيفترض عليهم. وهذا من فقهها رضي الله عنها، وقد صرح عليه الصلاة والسلام بمثل هذا التعليل وهذه الحكمة في صلاة التراويح، ك
كما في مسند أحمد وفي السنن أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات ليلة في من ليالي رمضان في عشره الأواخر فصلى قيام الليل فصلى بصلاته طائفة من الصحابة، فلما أصبحوا تحدثوا في صلاة الفجر أننا أدركنا شيئا من قيام الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام البارحة، فتسامع الناس، فلما كانت الليلة التي بعدها ما خرج إليهم، جاءوا فما وجدوه، فلما كانت في الليلة التي بعدها خرج فصلى فاجتمع معه عدد أكبر من الذي قبله، ثم غاب عنه في الليلة التي بعدها، فلما كان في ثالث ليلة اجتمعوا معه اجتمع عدد ما كاد يسعهم المسجد يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأطال بهم القيام إلى قريب من الفجر، فلما كانت الليلة التي بعدها ما خرج إليهم فانتظروه، فلما صلى الصبح سألوه أنهم كانوا ينتظرونه ليصلوا معه، فقال عليه الصلاة والسلام نحوا من هذا المعنى، قال أما إنه ما خفي علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلوات الله وسلامه عليه. كان يأخذه الحرص بأمته والرأفة بهم والشفقة عليهم، خشي أن يقبلوا على عمل ثم يكون في ذلك تكليف لهم بما لا يطيقون، خشية أن تفرض عليهم، لأن الزمن زمن تشريع والوحي ينزل، ولله عز وجل أن يحدث من أمره في دينه لعباده ما شاء سبحانه. فكان عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل مع حبه له خشية أن يكون ذلك طريقا لأن يفرض على الأمة فيشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فعللت تركه لصلاة الضحى يعني مع حثه للأمة. أما قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؟ أما قال لأبي هريرة أوصيك بالثلاث وقال وركعتي الضحى وقال لأبي ذر مثل ذلك؟ فكيف يحث ويوصي ثم هو لا يصلي كما تروي عائشة رضي الله عنها؟ أجابت فقالت هو حث نعم وبين الفضيلة نعم، لكنه لم يعمل خشية أن يكون ذلك فرضا على الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال بعضهم إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبد أنه قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها. فأختلف إليه يعني أتردد عليه وآتيه وأزوره وأجلس في مجلسه. قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. إذن يحكي هذا عن ابن مسعود أنه أتاه سنة كان يأتيه على مدى عام، قال فما رأيته يوما صلى الضحى. وعبد الرحمن بن عوف أيضا يحكي سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه ما كان ابن عوف يصلي الضحى. نعم. قال: وعن مجاهد أنه قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، وقال مرة ونعمة البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى. وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس. الصلوات خمس يعني الواجبات. هذه الأثار كلها يا كرام ليس فيها نفي صريح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يعني لما يقول الراوي ترددت إلى ابن مسعود رضي الله عنه سنة فما رأيته يصلي الضحى، هو لم يصليها لأنه لا يراها واجبة، فهل ترك أحد لسنة يفعلها دليل على أنه يرى عدم مشروعيتها؟ الجواب لا، ترك السنة أو عدم فعلها لا يدل على عدم القول بمشروعيتها. سئل أنس رضي الله عنه عن صلاة الضحى قال الصلوات خمس، طيب هل نفهم من هذا أن أنسا لا يرى الوتر، لا يرى قيام الليل؟ لا يقول هذا أحد ولا يفهم هذا من كلامه، إنما ينفي الوجوب، وهذا كلام صحيح،
فالصلوات الواجبات خمس، ولا أحد قال إن الضحى واجبة، إنما الكلام على استحبابها. أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى الناس يصلون صلاة الضحى عند حجرة عائشة، فسئل رضي الله عنه فقال بدعة، وقال مرة ونعمة البدعة. البدعة في هذا الصدر الأول من زمن الصحابة كان يراد به المعنى اللغوي، بمعنى أنه الأمر الذي أنشئ وأحدث، والمعنى بمعنى أن هذا لم يكن مواظبا عليه شائعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله ونعمة البدعة، ونعمة البدعة يريد استحسان الأمر الذي رآه لا استحسانا عقليا بل استحسانا شرعيا، بمعنى أنه أمر ثبتت الشريعة به فاستحب ذلك تماما، كما فعل والده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، فلما رآهم اجتمعوا وقد ائتموا بإمام واحد قال نعمة البدعة، ما أراد إحداث صلاة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، لكن هذا الاجتماع على إمام واحد. وابن عمر ربما قصد هذا الإحياء لسنة الضحى والحرص عليها، بحيث كان المسجد عامرا بمن يصلي صلاة الضحى، ولا يقصد الابتداع بمعنى المخالفة للسنة أو الإحداث في الدين بشيء ما أذن الله تعالى به ولا شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، عدم مشروعية صلاة الضحى، وهو مذهب طائفة قليلة من السلف، والجمهور على خلاف ذلك كما تقدم. هذان مذهبان متقابلان، ويبقى قولان تفصيليان، الاستحباب في بعض الحالات، استحباب صلاة الضحى أحيانا أو في بعض الحالات كما سيأتي في القولين الأخيرين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا فتصلى في بعض الأيام دون بعض. هذا معنى غبا، استحباب فعل صلاة الضحى غبا. ما معنى غبا؟ قال في بعض الأيام دون بعض، يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصلي يوما ويترك يوما، يصلي يومين ويترك يوما، وهكذا، يعني لا يصليها مطلقا. يعني السنة عند هذا الفريق من العلماء إذا سئل ما حكم صلاة الضحى قال استحبابها غبا، ومعنى غبا كما قلنا أحيانا أو مرات دون مرات أو أياما دون أيام. وهذا معنى، المعنى مأخوذ من كأنه جمع بين الروايات التي أثبتت والروايات التي نفت. ومعنى ذلك يا كرام أننا إذا قلنا صلاة الضحى سنة فليس معناها أنها كالسنن الرواتب. السنن الرواتب كسنة الفجر وسنة الظهر والمغرب والعشاء سنن رواتب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها دوما ولا يتركها أبدا، ولهذا فهي سنة راتبة، يعني ثابتة دائمة مستمرة. أما صلاة الضحى فليست كذلك، بمعنى أننا لو جعلنا صلاة الضحى سنة مطلقة دائمة مستمرة لحقت بالسنن الرواتب، والسنن الرواتب تقدم عدها 10 ركعات أو 12 ركعة مرتبطة بالصلوات المفروضات ولا يدخل فيها صلاة الضحى. فحتى يكون فارق بين صلاة الضحى والسنن الرواتب يكون استحبابها أحيانا تصلى في بعض الأيام دون بعض. هذا القول هو الذي قال به ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، واختاره أيضا من فقهاء السلف سعيد بن جبير ومنصور وإبراهيم النخعي رحم الله الجميع، على ما سيأتي بيانه في كلام المصنف الآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة قال واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. هذه رواية مسلم في صحيحه رحمه الله لحديث عائشة رضي الله عنها،
وبه فسر نفيها الذي تقدم في الصحيحين لما قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، فإنها تقصد الاستمرار الدائم. ودليل ذلك الرواية الصحيحة عند الإمام مسلم، فإنها سئلت أكان يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني يأتي من سفر غاب فيه، فإذا جاء صلى. ما هذه الصلاة؟ قالوا صلاة الضحى سنة للمسافر الذي يرجع من سفره، فأما إذا كان مقيما مستوطنا لم يرتحل ولم يسافر فلا تكون صلاة الضحى سنة في حقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ذكر حديث أبي سعيد، يعني يقصد الإمام الطبري رحمه الله. نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وقد تقدم. إذن دل هذا على أن السنة في صلاة الضحى أن تكون أحيانا لا دائما. نعم، قال ثم قال، يعني الإمام الطبري رحمه الله. نعم، ذكر من كان يفعل، ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. روى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة أنه قال كان ابن عباس يصليها يوما ويدعها عشرة أيام، يعني صلاة الضحى. هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتيه كل سبت، يعني على السنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحافظ على هذه السنة، فإذا جاء مسجد قباء صلى ركعتين في أي وقت؟ في وقت الضحى، يعني ما بين طلوع الشمس وزوالها، وهو وقت الضحى. ويمكن أن يقال ابن عمر رضي الله عنهما ممن كان لا يصلي الضحى، فصلاته هذه إذن لا تحمل على صلاة الضحى، إنما تحمل على استحباب هذه السنة المخصوصة بقباء، لقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. فيقال هذا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما محمول على أنه يأتي قباء فيصلي ركعتين، لا يقصد ركعتي الضحى، وهو ممن لا يرى استحبابها كما تقدم عنه آنفا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسفيان عن منصور أنه قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة، ويصلون ويدعون، يعني صلاة الضحى. هذا أيضا مذهب منصور كما تقدم، أنه لم يكن السلف يحافظون عليها مطلقا كالمكتوبة، بل كانوا يصلونها أحيانا ويدعونها أحيانا. قال وعن سعيد بن جبير أنه قال إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. وقال مسروق كنا نقرئ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله ما لم يحملهم الله ما لم يحم ما لم ما لم يحملهم الله إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. قال وكان أبو مجلز يصلي الضحى في منزله. إذن هذه الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مجلز وغيرهم كانوا لا يرون صلاة الضحى في المسجد خاصة. قال مسروق كنا نقرئ في المسجد، يعني مع ابن مسعود رضي الله عنه يقرئون القرآن. قال فنبقى بعد قيام ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه شيخ المسجد والجامع والحلقة، فإذا قام ابن مسعود وانصرف يبقون بعده فيصلون الضحى. فبلغ ابن مسعود فعلهم ذلك فقال لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله. رأى أن حرص الشيوخ والأساتذة والعلماء في هذه المساجد التي تجتمع فيها الحلقات فيصلون أمامهم وهم قدوة البلد،
فأن الناس يقتدون بهم، فعندئذ سيحملهم ذلك على المحافظة على هذه الصلاة والمواظبة عليها، فرأى أن ذلك نوع من تحميل الناس وإلزامهم بشيء لم تلزمهم به الشريعة. قال: لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ يعني على وجه الإلزام، وهم لم يلزموا الناس، لكن قلت لك كان المجتمع آنذاك يوقرون العلماء ويتخذونهم قدوات، فإذا رأوا في علمائهم وأئمتهم حفاظا على طاعة وعبادة وشيء من الهدي والسمت تأسوا بهم، فرأى أن ذلك مما لا ينبغي لهم المواظبة عليه، خشية أن يظن الناس لزوم ذلك فيحافظوا عليه. وفي الناس عوام، وفي الناس من لا يعرف ما شأن هذه الصلاة وما حكمها، لكنه رأى أهل العلم والفضل يفعلون ففعل مثلهم، وهو في ظنه أنهم لا يفعلون شيئا إلا صحيحا، ولا يصلون صلاة إلا وهي ثابتة ولها أجر. فهذا من ابن مسعود رضي الله عنه نوع من التوجيه لأهل العلم والدعوة وقدوات الناس في المجتمع، أن تكون أفعالهم محل نظر الناس، فيخشى أن يكون ذلك إلزاما للناس فيما لم يلزم. وهذا يمكن أن يؤخذ منه أنه رأى رضي الله عنه عدم صلاة الضحى في المسجد لقوله: إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. إذن مأخذ الحذر عنده للصلاة ذاتها، بل خشية أن يظن الناس أنها لازمة وفريضة. قال: وكان أبو مجلز يصلي الضحى في منزله أيضا كما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال هؤلاء: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة. ولهذا قالت عائشة: لو نشر لي أبوي ما تركتها، فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس. نعم، تقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرج الإمام مالك وعبد الرزاق في المصنف، قالت: لو نشر لي أبوي ما تركتها، يعني تقول أنا شديدة الحرص على صلاة الضحى، فلو نشر لي أبوي، يعني لو كان يمكن أن أتركها وهما في حالة الموت والاحتضار ما تركتها، إظهارا لشدة الحرص منها على هذه السنة. قال: فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس. ولو كانت عائشة رضي الله عنها في مجمع، أو كانت لو كان مكانها صحابي رجل يصليها في المسجد والناس ينظرون، ما كانت تظهر هذا الحرص. هذا تأويل منهم لحرصها رضي الله عنها أن كانت تحافظ عليها في البيت، وعندئذ لا حرج في المحافظة والديمومة عليها في البيوت طالما لم تكن تحت أنظار الناس، خشية أن يظنوها واجبة أو سنة راتبة. هذا ثالث المذاهب إذن، هو استحباب صلاة الضحى غبا، يعني أحيانا ليس دائما. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وذهب الطائفة الرابعة إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب. هذا المذهب الأخير، القول الرابع، هو ترجيح المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم. ما هو؟ يرى أن صلاة الضحى سنة إذا كان ثمة سبب. كيف يعني سبب؟ يقدم من سفر، يمن الله عليه بنعمة، يكون في غزو فيفتح الله لهم، وحمل الروايات على هذا، يقول: صلى عليه الصلاة والسلام في بيت أم هاني يوم فتح مكة 8 ركعات ضحى. يقول: هذه صلاة الفتح، والسبب أن الله أكرمه ففتحت مكة، لا صلاة الضحى. وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها لما قدم من سفر، فإذا هو سبب، قدم من مغيب فصلى، فإذا هو استحباب مقيد لا مطلق. متى تكون صلاة الضحى مستحبة؟ قال: إذا كان ثمة سبب، فإذا لم يكن سبب فليست سنة. هذا القول هو اختيار المصنف كما ستسمع بعد قليل. نعم. قال: وذهب الطائفة رابعة إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لسبب. قالوا: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح، وإن سنة الفتح أن يصلى عنده 8 ركعات،
وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي أنه قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى له مكة البلد الحرام. نعم. قالوا: وقول أم هانئ وذلك ضحا تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحا لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. نعم، قالت أم هانئ رضي الله عنها لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة دخل بيتها فاغتسل، قالت: فصلى 8 ركعات ضحى. فمن أهل العلم من قال: ها هي ذي أم هانئ رضي الله عنها أثبتت صلاة الضحى. لا، هي ما أثبتت صلاة الضحى بصلاة ضحى، أثبتت الوقت الذي صلى فيه الركعات 8. فالسؤال: ما هذه الركعات؟ جمهور العلماء قالوا هي ركعات الضحى، لأن الوقت وقت ضحى. وابن القيم رحمه الله ومن اختار هذا القول الرابع يقول: لا، هي صلاة الفتح، لكن الوقت وافق وقت الضحى فصلها في هذا الوقت. فقولها صلى في بيتها 8 ركعات ضحى تقصد الوقت، كما لو قالت صلى في بيتي 8 ركعات عصرا أو مغربا أو ظهرا، تقصد به الوقت لا تقصد به اسم الصلاة. نعم. قالوا: وأما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضا، فإن عتبان قال له: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. أنكرت بصري يعني فقد بصره أو ضعف حتى لا يكاد يرى، فشق عليه المجيء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد الصلاة، خصوصا مع إتيان السيول التي تحول بينه وبين طريقه في القدوم إلى المسجد. نعم. فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم جبر خاطره وأجاب طلبه وأتى داره فصلى له فيه في الموضع الذي يحب أن يكون موضع صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام تبركا، فأتاه عليه الصلاة والسلام في بيته ضحى. قال: فما هذه الصلاة؟ لو سأل سائل: هاتان الركعتان اللتان صلاهما عليه الصلاة والسلام في بيت عتبان بن مالك، أي صلاة هي؟ قال: بعدما اشتد النهار. فمن يقول بمشروعية صلاة الضحى يجعل هذا من الأدلة. كيف تقولون ما صلى الضحى؟ بلى، صلاها في بيت أم هانئ يوم فتح مكة، وصلاها في بيت عتبان بن مالك. يقول المصنف: هذه ليست صلاة ضحى، هذه صلاة ذات سبب. عتبان هو الذي قال: يا رسول الله تعال في بيتي وصلي ركعتين في مكان أتخذه مصلايا مسجدا لي، لأنه يتعذر علي القدوم إلى المسجد، فإذا كنت سأحرم من الصلاة خلفك سأصلي في موضع صلاتك صلى الله عليه وسلم. فأتاه فصلى له في ذلك المكان في بيته. قال: فإذا هذا ليس صلاة الضحى إلا موافقة للوقت، لكنه استجابة لطلبه، فهي صلاة ذات سبب. نعم. قال: فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخاري فيها. فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعات، فهذا كان هديه. وعائشة رضي الله عنها أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة:
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فلا يمكن أن تجمع بين نفيها المطلق ونفيها المقيد إلا بمثل هذا الجواب، هي التي تقول ما صلى سبحة الضحى قط، وسئلت أكان يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إذا جاء من سفر. قال إذن فما هذه الصلاة التي كان يصليها إذا جاء من سفر؟ قال السنة التي ثبتت عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا قدم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالذي أثبتته فعلها لسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه. مسجد قباء. وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتنا الشعثاء أنها قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل، فهذا إن صح فهو صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكر الفتح. قال إن صح، كأنه إشارة منه رحمه الله إلى ما ذكره المحدثون من نقد هذه الرواية، فإن الحديث مما أعل به بعدم متابعة بعض الرواة عليه وضعف عند عدد من المحدثين. فقال إن صح هذا الأثر عن ابن أبي أوفى فإنه صلى ركعتين ضحى لما بشر برأس ابن أبي جهل، يعني عند مقتله. نعم. قال والذي نفته هو ما كان يفعله الناس، يعني أثبتت عائشة رضي الله عنها صلاة الضحى إذا كانت ذات سبب، ونفت صلاة الضحى النفي المستمر، يعني نفي الصلاة المستمرة الدائمة. والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب. إذن عائشة رضي الله عنها ما قالت صلاة الضحى ليست سنة، ما قالت صلاة الضحى بدعة، ما قالت مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، لكنها أخبرت عن فعله، كانت ما كان يحافظ عليها، ما كان يواظب عليها، أكان يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. فإذا هي أرادت شيئا معينا أن تثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى لكن ليس دائما. فأراد المصنف رحمه الله أن يقرر هذا، أن الجمع بينما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها في نفيها لصلاة الضحى وإثباتها الإثبات المقيد هو هذا، أنه ما كان يصلي إلا لسبب، أما النفي فهو الاستمرار عليها من غير سبب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها، وكان يستغني عنها بقيام الليل فإن فيه غنية عنها. فكيف يوصي بصلاة الضحى وكيف يحث عليه الصلاة والسلام على الضحى ثم هو لا يحافظ عليها؟ قال لأنه كان يستغني عن الضحى بقيام الليل. وهل تقوم عبادة مقام أخرى؟ قال لا، قيام الليل أجل وأعظم، ومن كان يشغل ليله بالقيام في قيام الليل فقد جاء بحظ من الصلاة هو أعظم أجرا. فمن فاته قيام الليل لنوم أو تعب أو مرض وما استطاع، فليكن عوض ذلك شيء من صلاة الضحى يصليه، فيكون ذلك سببا للمشروعية إذا فاته قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكان يستغني عنها بقيام الليل فإن فيه غنية عنها، وهي كالبدل منه. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن عباس والحسن وقتادة: عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. هذا تفسير لطيف لبعض السلف، ابن عباس والحسن وقتادة في الآية الكريمة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة،
خلفة يخلف أحدهما الآخر. كيف يعني؟ قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من أراد ذكرا وصلاة وعبادة وشكرا لله، فالله جعل له الليل والنهار يخلف بعضهما بعضا، يعني يقوم أحدهما مقام صاحبه عوضا وخلفا عنه. فمن فاته عمل في النهار كان الليل خلفة له، ومن فاته العمل في الليل كان النهار خلفة له. جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحسن الله إليكم. قال قتادة: فأدوا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار. هكذا ضبط في جميع نسخ الكتاب، فأدوا الله، وفي الدر المنثور حيث نقل عنه، وفي كذلك في كلام الطبري فأروا الله، ولكل وجه. فأروا الله يعني ليري العبد ربه من عمله خيرا، وأدوا الله معنى أدوا لله من أعمالكم خيرا. نعم. قال: فأدوا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى آجالهم، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. قالوا: وفعل الصحابة على هذا يدل، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها. وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. فإذا هذا المذهب الذي فيه جمع بين الروايات مستند أيضا إلى اختيار بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر ما كان يصليها إلا في مسجد قباء، وكذلك ما حكي عن منصور كانوا يكرهون المحافظة عليها بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا. قالوا: ومن هذا أيضا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار كان ضخما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع أن أصلي معك. كان ضخما يعني ربما يقصدون كان يعني ثقيل البدن ضعيف الحركة، يشق عليه الانتقال والمشي. قال رحمه الله: وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. قالوا ومن هذا أيضا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار كان ضخما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع أن أصلي معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. هذا كحديث عتبان بن مالك المتقدم آنفا رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم أيضا أتى بيت هذا الأنصاري فصلى فيه ركعتين يتخذه مصلى له حين شق عليه الإتيان إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. قال: ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد. انتهى رحمه الله إلى ترجيح هذا القول، أن سنة الضحى لا تكون سنة إلا بسبب، يأتي من سفر يمن الله عليه بنعمة، يزور ضيفا ونحو هذا، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم احتاج إلى الجواب: طيب والأحاديث الواردة في فضائل صلاة الضحى؟ قال: هي نوعان، الصحيح منها لا يدل على الاستحباب المطلق لكل أحد،
فإذا قال قائل كيف وقد أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر؟ قال نعم، لكنه ما أوصى أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا. وسيأتيك أنه أوصى أبا هريرة لعلمه أن أبا هريرة كان يسهر في الحديث والعلم، فربما فاته حظه من الليل فأوصاه بالضحى نهارا، ولم يقل هذا لكل أحد. وأحاديث استحباب صلاة الضحى مقيدة بحالات أو بأشخاص، أو أن يكون من أحاديث صلاة الضحى المطلقة في استحبابها ما فيها ضعف في أسانيدها، وهذا الذي انتهى إليه المصنف رحمه الله. فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. ثم سيسوق رحمه الله قولا فيه طول في نقده لعامة أحاديث الضحى التي في إسنادها مقال يذكرها وينقدها ويبين وجوه عللها رحمة الله تعالى عليه، فيما نرجئه إلى مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى بمنه وفضله. تم مجلسنا الليلة بعون الله وتوفيقه، وما يزال في جمعتنا ليلتها ويومها غدا فسحة يتسابق فيها المحبون بكثرة صلاتهم وسلامهم على من أحبته قلوبهم عليه الصلاة والسلام، وعلى من جعلهم الله عز وجل مؤتمين به، جعله الله لهم قدوة وأسوة ودليلا، يستكثرون من الصلاة والسلام عليه تسبقهم أرواحهم قبل ألسنتهم حبا وصلاة وسلاما على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبشرت قيم الحياة بميمه وبحائه وبميمه وبداله، هو خير من ترجى شفاعته غدا لمعادكم، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا غدا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور، ووفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.